السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حرق نسخة ويندوز 10 على الفلاشة باستخدام نسخة الأندرويد من برنامج فينتوي. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن حرق نسخة الويندوز باستخدام الهاتف بدون روت باستخدام نسخة الأندرويد من برنامج الروفوس. هنتكلم النهاردة بقى عن استخدام برنامج فينتوي في حرق نسخة الويندوز على الفلاشة. كل المطلوب مننا أول حاجة يكون الفلاشة حجم 8 جيجا أو 16 جيجا، تمام، أو أكبر من كده عادي. تاني حاجة يكون الموبايل بيدعم خاصية الأوتو جي. تالت حاجة هنحتاج وصلة أوتو جي عشان نركب فيها الفلاشة. الوصلة ممكن تكون من ميكرو لليو اس بي أو من تايب سي لليو اس بي، وتبقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبعد كده محتاجين البرنامج، النسخة الاندرويد من البرنامج، وهنشوف ازاي ننزلها مع بعض، وملف الايزو الخاص بويندوز 10. تمام. طبعا دوت هننزله برضو عن طريق الموبايل. تمام. طيب ليه احنا هنستخدم الهاتف مش هنستخدم جهاز الكمبيوتر؟ دوت طبعا بيبقى في حالة لو جهاز، لو النسخة مش بتفتح معايا. تمام. النسخة مش بتفتح معايا ومفيش حل قدامي غير ان انا احرق نسخة الويندوز ومعايا الفلاشة، احرق نسخة الويندوز عن طريق ايه؟ عن طريق الموبايل. طيب ايه المشكلة اللي ممكن تقابلني؟ المشكلة اللي ممكن تقابلني هو ان برنامج في منه بقى اختيارين، اختيار الخاص بالهاردات اللي معمولة بنظام الجي بي تي، والهاردات اللي معمولة بنظام الام بي ار. فده هنقابل المشكلة ديت لان ويندوز مش بيفتح، فمش هنعرف ايه ازاي الهارد شغال بنظام الام بي ار وبنظام الجي بي تي. طيب لو انت النسخه عندك شغاله وعايز تستخدم الهاتف، بتفتح من هنا كليك يمين على زيس بي سي او ماي كمبيوتر، تضغط على مانج، وبعد كده بتختار ديسك مانجمنت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقف على الهارد وكليك يمين وبروبرتس، وبعد كده بختار فوليوم، ومن فوليوم بارتيشن ستايل، وبشوف هل هي ماستر بوت ريكورد ولا جايد بارتيشن تيبل، وبيبقى مشار اليها بام بي ار ولا جي بي تي. ده بالنسبة لو نسخة الويندوز بتفتح معاك. طيب في الحالة اللي هي لو نسخة الويندوز مش بتفتح معايا نعمل ايه؟ في فيديو انا كنت شارح فيه برضو ازاي معرفة نظام البوردة، هل البوردة شغالة بالليجاسي او بشغالة بنظام اليو اي اف اي، وبرضه ازاي اعرف الهارد ام بي ار ولا جي بي تي. ورابط الفيديو هسيبهولك في صندوق الوصف عشان الطريقة تنجح معانا، عشان لما نفتح واجهة البرنامج هيبدأ يقول لي هل انت الهارد عندك او هتخلي الفلاشة او تفرمت الفلاشة بنظام الام بي ار ولا بنظام الجي بي تي. تمام. تمام. هنبدأ بعد كده ندخل بقى في الشرح ونجهز الفلاشة ونركبها في وصلة الاوتو جي، وبعد كده نبدأ ايه نفعل خاصية الاوتو جي، وبعد كده نبدأ ننزل نسخة الويندوز ونحرق نسخة الويندوز نحرقها عن طريق ايه؟ عن طريق استخدام برنامج فينتوي. زي ما احنا شايفين قدامنا هنبدأ نفعل خاصية الاوتو جي زي ما احنا شايفين كده. هنضغط على انتقل لإعدادات الاوتو جي. تمام. وبعد كده افعل الايه الاوتو جي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هرجع لي افتح جوجل، وبعد كده اكتب ويندوز 10. هيبدأ بقى ايه يظهر لي هنا الموقع مايكروسوفت. هضغط على الموقع. تمام. هيبدأ يفتح معايا الموقع زي ما احنا شايفين كده. هنعمل تكبير للصفحة. بعد كده هيقول لي اختار الويندوز، هختار طبعا ويندوز 10 زي ما احنا شايفين كده. هختار ويندوز 10. بعد كده كونفيرم. تمام. بعد كده هبدأ ان انا اختار اللغة، هختار مثلا اللغة الانجليزية، ممكن انت تختار اللغة العربية عادي، انجليش انترناشونال مثلا. بعد كده كونفيرم. تمام. بعد كده هيجيب لي بقى ايه النسختين ال 32 وال 64. دي طبعا الاختيار دوت بيتوقف على البروسيسور عندك وبيتوقف على الرامات، وبالاخص الرامات. لو الرامات عندك اكبر من 4 جيجا عشان تقرا الرامات كامله فهنختار 64. لو الرامات اقل من 4 جيجا فيفضل انت تختار 32 علشان ايه الجهاز ما يبقاش تقيل. تمام. فانا طبعا هختار، وليكن هختار مثلا 64. فهيبدا هنا يظهر لي التحميل زي ما احنا شايفين.
هيبدأ يحمل معايا الإصدار 64، وبعد ما بيخلص تحميل طبعا ببدأ إن أنا إيه أبدأ إن أنا أنزل برنامج فينتوي عن طريق إن أنا أفتح متجر بلاي، وبعد كده إيه نبدأ نشوف إيه هنتعامل إزاي مع البرنامج. نبدأ نفتح متجر بلاي وبعد كده هنكتب فينتوي، وبعد كده هنختار تثبيت للبرنامج، هيجيب لي فتح زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نفتح، نضغط على فتح، تمام. هيقول لي هل تريد السماح للتطبيق فينتوي، هضغط على موافق. زي ما احنا شايفين دي واجهة البرنامج، وهيبدأ ان هو يعمل ريدنج للفلاشة، وكتب اسم الفلاشة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وجايب لي هنا اختيارين، اختيار ال MBR واختيار الجي بي تي. لو انت الهارد عندك او الجهاز عندك شغال بنظام الليجاسي بوت فهنختار ال MBR، لو انت الجهاز عندك شغال بنظام ال UEFI والهارد معمول بنظام الجي بي تي فهنختار الفلاشة تتفرمت بنظام الجي بي تي. على الوضع ده كده فهي معمولة الفلاشة على ام بي ار. لو عايز تعكسها هنحرك المؤشر ده كده وهنخليه ايه جي بي تي زي ما احنا شايفين كده، نخليه جي بي تي. فانا طبعا الهارد عندي معمول بنظام الام بي ار، البوردة شغالة بنظام الليجاسي، فهرجع ليه الام بي ار، تمام. ده اول حاجة معايا. بعد كده نبدأ نجهز الفلاشة اللي معايا انها تبقى مجهزة لنسخ الايه ملف الايزو. اول حاجة هنختار كلير، هنمسح كل الداتا اللي موجودة على الفلاش، هنضغط على كلير. ظهر معايا ان هو هيعمل فورمات تحذير، وظهر معايا ان هو يعمل فورمات لكل الداتا اللي موجودة على الفلاش، هضغط على اوكي. هيبدأ ان هو يمسح كل الداتا اللي موجودة على الفلاش. بعد ما بيخلص الخطوة دي ببدأ ان انا اختار انستول الاختيار اللي جنبها، وبيقول لي برضو كل الداتا اللي موجودة على الفلاش هتتمسح، فبضغط على اوكي. نفس فكرة البرنامج الخاص بنسخة الويندوز، في برنامج برضو فينتوي بنفس برضو الايه الاختيار اللي هو انستول بنفس الايه الطريقة برضو، بس ده البرنامج التاني مخصص لنسخة الويندوز. بعد ما بيخلص انستولينج فينتوي ببدأ بعد كده بقى بختار اللي هو الاختيار اللي هو معمول عليه زي نسخ دوت، اللي هو فولدرين فوق بعض كده او ملفين فوق بعض، ابدأ اضغط عليه. هيبدأ هنا يجيب لي علامة الزائد زي ما احنا شايفين كده، هبدأ اضغط على الزائد. لو ضغطت على الزائد هيبدأ يدخلني على الملفات اللي موجودة في الموبايل. بعد كده هبدأ اختار التنزيلات، ومن التنزيلات اختار الملفات الكبيرة لان الملف الايزو عندي بحجم اكبر من 5 جيجا. وبعد كده هيظهر معايا زي ما احنا شايفين كده، ادي ملف الايزو وين 10 مكتوب عليه وين 10 زي ما احنا شايفين. هبدأ ان انا اختار ملف الايزو، هيبدأ هنا يجهز البرنامج، يجهز الملف الايزو، وبعد كده هيبدأ ياخده زي نظام كوبي وبسط زي فكرة البرنامج الخاص بنسخة الويندوز، كأني باخده كوبي وباخده ايه وبسط. والطريقة دي طبعا بتمتاز بسرعتها غير اي برنامج تاني، لما اجي انسخ من مكان لمكان بتبقى اسرع. وطبعا السرعة هنا بتعتمد على المخرج اللي هو التايب سي ولا الميكرو، طبعا التايب سي بيبقى اسرع، وهل الفلاشة يو اس بي 2 ولا يو اس بي 3. كل ما يكون الفلاش لو هي يو اس بي 3 فسرعتها في النقل بتبقى اعلى من اللي من اليو اس بي 2. هنا طبعا هيبدأ يجيب لي عداد زي ما احنا شايفين من 100%، وهنا كده عد 1.14%، هيبدأ يعد لحد ما يخلص نسخ ملف الايزو خالص. وبعد كده هنبدأ نعمل ايه بوت للجهاز. بالنسبة لمفتاح البوت طبعا هنا ده الخاص بمفتاح البوت زي ما احنا شايفين كده، بتشوف انت مثلا الجهاز عندك ايه وتشوف مفتاح البوت الخاص بالجهاز عندك. انا الجهاز عندي مثلا اتش بي مفتاح البوت ايه F9، تمام زي ما احنا شايفين كده. هنا بيبدأ ينسخ ملف الايزو، ملحوظه ما تفصلش النت لان هو شغال بيجيب اعلانات، فطبعا انت بتسيبه وتسيب النت شغال عشان لو قفلت النت البرنامج مش هيكمل معاك، تمام. وما تحركش المخرج اللي هو الاوتو جي او وسط الاوتو جي علشان ما يحصلش اي مشكله تبدأ تعيد ايه التحميل من تاني. فطبعا بننتظر، وبعد كده هنبدأ ايه نعمل إيه بوت للجهاز، وهنشوف بقى ايه واجهة البرنامج عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض عملت بوت للجهاز وركبت الفلاشة زي ما احنا شايفين. هنختار مع بعض ده ملف الايزو اللي احنا نسخناه، ملف ايزو ويندوز 10 اللي هو الاصدار الاخير من مايكروسوفت زي ما احنا شايفين كده. اضغط على انتر،
بعد كده هنختار بوت ان نورمال مود، وبعد كده اضغط على انتر. نختار مع بعض عربيك ايجيبت، وبعد كده نضغط على نيكست، وبعد كده انستول ناو. زي ما احنا شايفين دي كانت اسهل وابسط طريقة لحرق نسخة الويندوز على الفلاشة باستخدام برنامج فينتوي او النسخة الاندرويد من برنامج فينتوي. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.